أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني رئيس الدورة 45 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أكد أن مملكة البحرين ممثلة في جمعية الهلال الأحمر البحريني تمتلك إرثا طويلا وخبرات متراكمة في إدارة العمل الإنساني والإغاثي. وشدد معاليه على المساعي التي تبذلها الجمعية لمواصلة دورها محليا وأقليميا ودوليا من خلال العمل مع شركائها ونظرائها للتخفيف من المعاناة التي يشعر بها إخواننا في الإنسانية جراء الحروب والنزاعات أو الكوارث، وسعيها للمساهمة في التقليل من وطأة التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي الشيخ خالد بن عبد الله خلال افتتاح أعمال الدورة 45 لاجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والذي عقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، حيث تسلمت مملكة البحرين ممثلة في جمعية الهلال الأحمر البحريني رئاسة الدورة الحالية. وقال معاليه في الكلمة إن جمعية الهلال الأحمر البحريني وهي تتشرف بترأس أعمال الدورة الحالية لتؤكد مواصلتها العمل وفق الأهداف الإنسانية الخيرة التي تصبو إلى تحقيقها المنظمة العربية وكافة الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المنضوية تحت مظلتها، بما ينعكس إيجابا على تطوير العمل الإنساني ودعم العمل الإغاثي.